يخليك تجي عندنا في العيد؟ مستو دايرين فايونس سي دي مودي فايونس. تقولي رانا قاعدين في الحمام يا اختي. يا خديجه بنتي مستي غير ما تزوجتيش ماشي فاتك الحل. لا لا بصح قولي لي شكون اللي يديك بديك المكنسه اللي فوق راسك؟ انا ايناس بنتي زوجتها كي كانت في لاكخاش البقلاوه هذه تاع كاوكاو. ايه احنا كون ديري عندنا البقلاوه تاع الكاوكاو يتبراو منك. احنا قاطونا كامل جوزولوز يا اختي. الدار اللي تدخليها تلقي فيها هذا القاطو قطن صوبيه. ايه شتي وهذا الطباسه قولي لي نتوما دايرينهم ولا جابوهم لكم الجيران؟ لا لا تاع الدار خدمتهم خديجه. انا يا العيشور مولفات يا اختي ما نطيح صحتي عليه. ولو 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 يبقاو يومين على العيد يروح يجيب لي خمس نواع ولا سته من كل نوع 500 حبه. ايه مسكين خويا عنده الغاشي هو كامل. قال لي يا زبيده والله غير توحشتنا ناكل هذوك الفكيرنات اللي ديريهم. قلت له هذوك زمان كنت ندير لك عيك عاد تاع الفكرون دوكا صاي ريح انا وبناتي يا اختي شويه نيتواياج دو. ايه ايه بنت على وجهك هليا شويه الواحد كيما يتهلا شي روح دوكا وقتاش ميناج ما نديروش. جبت فام دو ميناج يا اختي هي اللي قامت بالحاله. شوفي في هذا الكاس عندنا خاوتهم في دارنا وشنو فيهم منا يا ديامو هكذايا من تحت وفيهم منا هكذا وطريفه تاع ديامو هكذايا منا ومنا قدشي شتو لي كولور اللي لابسينهم ولادك عايشه تقولي كلون قوس قزح مالي كل الوان ما لقيتيش تشري لهم سنون. وبناتي ما يعيدوش بالحوايج تاع لهنا. عيطت لخويا عيطت له قلت له يا حمزه خصني الحوايج لبناتي. قال لي مازالوا هما نفسهم من قد هذاك. قلت له ايه ارسل لهم خمس لبسات يا اختي. شفتيني رايحه عطيني القفه تاعي وما تنسيش طبسيه تاع القاطو عمريه لي من عندك. امشي قلتي نكره القاطو تاع الكاوكاو. اكي عارفه اخوك يبغي القاطو تاعك يبغي القاطو. وانا كاش نحط للجيران ولا